بما ان عن الحيوانات اليوم اول سؤال، خليني اقول لك حكمه عن الحيوانات. قول. قلت الحكمه لا تكن كالحصان ينزل ليرتفع عليه الناس، ولكن كن كالاسد. ما اعرف شو اسوي، بس يقولون انه قوي يعني شيء. ملك الغابه المفروض يعني بعدين يعني. بدك تحط ببالك شغله، انا دعاء النمر. انت نمر؟ خلينا من النمر وخلينا نروح نسال عنه. يلا قمت ولا هات تعال. انا مسيلم الكذاب. نعم انا يبي يخليني ازرع واحفر. انت مسيلم الكذاب. انا يبي يخليني اشتغل في المزرعه. سمعت هو شو قال لك؟ قال لك مسيلم الكذاب وحليله كذب مره واحده. انت كل يوم بتكذب. والله انا مسكين ترى، انا احاول اساعدهم فقط. ما هو اغبى الطيور؟ طير كثير غبي. الديده. لا الديده. الديده. لا.